سأل أبو عبد الملك عن أركان الحج، يقول ما صحة قول من قال أنها ثلاثة وأخرج السعي من ذلك ويقول أنه من واجبات الحج؟ هذا قول مرجوح، الصواب ما عليه جمهور أهل العلم من أن السعي ركن من أركان الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. ولأن السعي مرتبط بالطواف فهو مقارن للطواف، ولذلك لا يصح السعي إلا إذا سبقه طواف مشروع. فلو أن معتمرا قدم السعي على الطواف لم تصح عمرته، ولو أنه في الحج قدم السعي على الطواف ولم يسبقه طواف مشروع لم يصح سعيه. فالسعي مرتبط بالطواف، وما دام أن الطواف ركن فكذلك السعي، هذا من مؤيدات الترجيح، كما أن الزكاة مرتبطة بالصلاة، وكذلك العمرة مرتبطة بالحج. ولذلك كان الصحابة يستشهدون بمثل هذا. أبو بكر الصديق في قتال مانع الزكاة قال عن الزكاة: وإنها لقرينتها، يعني الصلاة، وإنها لقرينتها في كتاب الله. فاحتج بهذا الاقتران. وكذلك أيضا ابن عباس لما أراد أن يستدل على وجوب العمرة قال عن العمرة: وإنها لقرينة الحج. فهذا الاقتران من مؤيدات الترجيح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وقال: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. مجموع الأدلة يدل على أن السعي ركن من أركان الحج، وعلى هذا فتكون أركان الحج أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي.